أهلا بكم من جديد. نالت حكومة سعد الحريري ثقة مجلس النواب اللبناني بحصولها على أصوات 111 نائبا من أصل 117 حضروا في ختام جلسات مناقشة البيان الوزاري. وكان رئيس الحكومة سعد الحريري تعهد في كلمة عقب انتهاء مداخلات النواب في جلسة مناقشة البيان الوزاري بأن كل عمل الحكومة سينصب على تحقيق النهوض الاقتصادي. إدغار طرابلسي، ثقة. سليم خوري، ثقة. حكمة ديب، ثقة. نديم الجميل، لا ثقة. بثقة 111 نائبا حصلت الحكومة اللبنانية الجديدة على شرعية من البرلمان لبدء عملها. ثقة فاقت ما ناله الحريري في الحكومة السابقة قبل عامين. يومها حصل الحريري الذي كان يتمتع بحصريات التمثيل السني على 87 صوتا من أصل 128. ثقة على الأغلب أنها غير مستحقة لأنها تأتي من كتل هي أصلا من تتكون منها هذه الحكومة. نحن اليوم وصلنا لمحل أنه متفاهمين كلنا بإيجابية بواقع، شايفين أنه البلد إذا نحن ما منتفق بين بعضنا بده يفرط البلد، وأنا بتمنى أنه نحن نكمل هيدا التوافق ونطلع البلد من المأزق اللي هو فيه. الثقة هذه تشكل بحسب متابعين سق براءة للحكومة لمزيد من التدهور الاقتصادي. فالورقة التي على أساسها نالت الحكومة الضوء الأخضر البرلماني ليست سوى وسيلة يقول هؤلاء لتشريع توزيع الحصص والمكاسب. هلا الاستفادة إذا كان في حقيقة استفادة لن تكون على صعيد المشاريع كمشاريع، حتكون على صعيد التلزيمات، يعني الشركات اللي ممكن انه تنفذ المشاريع هذه. وانا هون باعتقادي اذا كانت هذه الشركات تابعة لسياسيين وهو السياسيين فاتوا انخرطوا باللعبة الاقتصادية، يعني بكل نزيهة ليش لا، بس اذا كانت القصة الردي محاصصة وموزعين على الشركات مسبقا اكيد هون في اشكالية بالنسبة لها الموضوع. حكومة إلى العمل تبدأ مشوارها إذن مطلع الأسبوع المقبل على واقع احتجاجات لا تزال خجولة وواقع اقتصادي واجتماعي متردد. ثقة تحت قبة البرلمان وسقوط مدون في الشارع. حكومة تزيد رقعة التباعد بين السلطة السياسية والشعب. شعب لا يزال حتى الساعة غير مستعد لانتفاضة تعيد له حقوقه المسلوبة. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، بيروت.